حديثي في هذه الحلقه عن من هو الكذاب وهذا اقتباس مباشر من كلمه الرب في انجيل بحسب البشير يوحنا في الاصحاح الثامن بيتكلم عن الكذاب وابو الكذاب اللي طبعا كلنا بنعرفه هو صفه صف وطبيعه الشيطان ابليس الماكر. خليني اقرا كمان بعض الايات من سفر الامثال وعلى فكره سفر الامثال بيتكلم عن آيات لا حصر لها في موضوع عدم الإيمان وعدم الاستقامة موضوع الكذب من آية 12 مكتوب الرجل اللئيم الرجل الأثيم يسعى بعوجاج الفم يغمز بعينيه يقول برجله يشير بأصابعه صفات المخادع في قلبه أكاذيب يخترع الشر في كل حين يزرع خصومات لاجل ذلك بغته تفاجئه بليته عن العاقبه تاعة الكذب في لحظه ينكسر ولا شفاء هذه السته يبغضها الرب وسبعه هي مكرهه نفسه عيون متعاليه لسان كاذب ايد سافك دما بريئا قلبا ينشئ افكارا رديئه ارجل سريعه الجريان الى السوء شاهد زور يفوه بالأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة بتكلم عن هذه الخطايا اللي هي طبعا معظمها إما الإعوجاج عدم الأمانة عدم الصدق زرع الخصومات الشهادة بالزور التكلم بالأكاذيب كلها بتتمحور حول شيء واحد اللي الله بيبغضه الكذب لأن الكذب على طول تظهر صفة الشيطان تظهر طبيعة الشيطان ونحن كما يقول عن الكتاب المقدس أو المفروض أن نكون أبناء النور